على ملعب برج حمود، طرابلس تواجه مع النبيشيد بمباراه الصراع على المركز الرابع. طرابلس كان بحاجه لتعادل ليضمن هالمركز، والنبيشيد بحاجه للفوز. الدقيقه الرابعه شهدت الهدف الاول بعد ما اعطى علي نصر الدين النبيشيد التقدم بتسديده قويه بعد ما تابع ركنيه نفذها حسن حمود. بالدقيقه 24 طرابلس بيرد، الغاني دوغلاس بيمرر لاحمد مغربي يلي بيسدد وبيسجل هدف التعادل. 1-1 اصبحت النتيجه. وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين حصل طرابلس على ركلة جزاء صحيحة ترجمة أكرم مغربي لهدف تقدم. الشقيقين مغربي سجلوا بالشوط الأول يلي انتهى لطرابلس 2-1. الدقيقة 61 كانت عم تشهد الهدف الثالث لطرابلس بتسديدة قوية من مصطفى الأصعى. 3-1 طرابلس متقدم. النبيشيد حصل على ركلة جزاء قبل 5 دقائق من نهاية المباراة بعد عرقلة من حمزة علي على حسين العوطة، ترجمة الهداف السنغالي الشيخ ديوب لهدف تقليص الفارق. المباراة انتهت بفوز طرابلس على النبيشيد 3-2. طرابلس عم ينهي الدوري بالمركز الرابع وهو أفضل مركز لإله بدور الأضواء، والنبيشيد ختم أول موسم لإله بالدرجة الأولى بالمركز الخامس، الأمر يلي يعتبر نتيجة ممتازة.